شاهد عقاب الله للفنانة إلهام شاهين بعد أن تركت الإسلام بأفعالها. لن تصدق ماذا حدث لها. عن علاقة الإسلام بالفن، وإن إزاي الفن رسالة لا تقل أهمية عن الرسالة الدينية. ولكن فضلاً وليس أمراً، لا تنسى اللايك لنعرف عدد الأشخاص المهتمون بهذا المقطع، ولا تنسى مشاركة الفيديو والاشتراك بالقناة ليصلكم كل ما هو جديد. الفنانة إلهام شاهين دائماً تثير الجدل بشكل عام. الأسبوع الماضي أصدرت تصريح شغل مواقع التواصل الاجتماعي، حيث قالت الفنانة إلهام شاهين أن والدها كان غير راضي عن المشاهد التي كانت تقدمها الفنانة، حيث أنه قبل أن يموت قام بإحراج الفنانة إلهام شاهين أشد الإحراج أمام الجميع، حيث أن الجميع يعلم أن الفنانة إلهام شاهين كانت تقوم بتصوير مشاهد غير لائقة في جميع الأفلام التي قدمتها، وكان والدها غير راضي عن هذه المشاهد وهذه الأفلام، وكان دائما يتشاجر معها بخصوص هذه المشاهد، وفي آخر لحظات قبل أن يموت قرر أن يعطي للفنانة إلهام شاهين درسا قويا تتذكره طوال حياتها، لأنه كان ينصحها وهي لم تستجيب للنصائح، وهي لم تستجيب له، حيث جمع والدها جميع أفراد الأسرة والأصدقاء وقام بوضع شاشة عرض كبيرة جدا، وبعد أن تجمعت جميع أفراد العائلة قام بعرض جميع المشاهد الخالعة التي صورتها الفنانة إلهام شاهين. وكانت هذه ضربة قاسية تعرضت لها الفنانة إلهام شاهين أمام الجميع، حيث إنها تعرضت لخجل كبير ودرس كبير حتى ترجع عما كانت تفعله. لما شفتي الشطات دي قلتي له إيه؟ أنا جالي حالة سكوت، أنا كنت بعشق أبويا. حطلك الشطات، حطلي المشاهد، شريط فيديو مش معقول. شط برقص، شط لابسة مثلا قميص نوم مفتوح، شط حد مثلا حضني، عايز يحرجني جدا ويقول لي إن هو كان صح. اتحركتي؟ لا ما اتحركتش، لأن أنا فنانة وفاهمة ومقتنعة باللي أنا بعمله. قلت له الحكاية بتبقى دمها تقيل قوي لما يتجمعوا ورا بعض فيها حاجة سخيفة. قال لي أنا مكسوف لك. مشيتي ولا فضلتي؟ مشيت، خدت بعدي ومشيت. ولكن للأسف كل هذه الأفعال لم كانت تؤثر في الفنانة إلهام شاهين، وظلت على مبدأها على أن هذه المشاهد غير مضرة وإنها في سياق الفن. حتى منذ أسبوع خرج الفنان أحمد زاهر وانفعل وأصدر تصريح وقرار إنه لا يقبل المشاهد الخارجة، وإنها سيئات جارية للشخص الذي يفعلها كالحسنات الجارية أيضا. طب أنا ليه أبقى مثير للغرائز؟ إن أنا لو عايز أعمل مثلا الراجل ده دخل هو والست دي في خلاص قفلت الباب، مش لازم بقى أجيبها، لأن لما أجيبها دي اللي بيتفرج عليا ده هأثير فيه غرائز. وعلى فكرة الحاجات دي، يعني عارف أنت لما بتبقى يقولك أنا بعمل حاجة عشان حسنة جارية، الحاجات دي سيئة جارية وهتفضل جارية بعد ما الواحد يموت ويشبع موت. هتفضل سيئة جارية في حياته وفي حياة ولاده وحفايده وحفايد حفايده. وبعد أن أخرج هذه التصريحات ردت عليه الفنانة إلهام شاهين وقالت أن الفن رسالة لا تقل أهمية عن الرسالة الدينية، وإن إزاي الفن رسالة لا تقل أهمية عن الرسالة الدينية. ومن هنا أثارت الفنانة الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث إنها بهذا القول شوهت الدين الإسلامي للأسف. والغريب أن الفنانة أيضاً أصدرت تصريحات في الماضي إنها تحب الديانة المسيحية، مما قال البعض إنها مسيحية وليست مسلمة. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجددا أن الفنانة إلهام شاهين اعتنقت الدين المسيحي بعدما تركت الدين الإسلامي، وتقول أيضا أنا نفسي درست في مدرسة مسيحية على أيدي الراهبات وتعلمت منهم الكثير، ولي صداقات كثيرة مع الراهبات إلى الآن، ورغم ذلك فجميع أبطال السينما العربية يحملون أسماء مسلمة، وإذا تضمن الفيلم حفل زواج نرى المأذون، ونادرا ما نشاهد حفل زواج في الكنيسة، حتى إنني سألت أحد رجال الدين المسيحي إن كان هناك عدد كبير من السيدات المسيحيات يطلبن الطلاق ويعانون من مشاكل، فقال لي إن عددهم يزيد عن 100,000 حالة، فلماذا ننسى هذه الفئة من مجتمعنا؟ وتقول أيضا أنا اخترت هذا الفيلم وهذه القصة حبا في المسيحيين واحتراما لهم، لأنهم يمثلون شريحة هامة من الشعب المصري والعربي، ولأنني لاحظت أن أبطال الأفلام دائما يحملون أسماء مسلمة وعائلات مسلمة، كما لو لم يكن هناك في العالم العربي مسيحيون. أنت إنسانة منفتحة دينيا،
يعني انت انساني مصريه مسلمه بس عندك انفتاح ديني. السيده العطراء مكانه خاصه كمان عندك. طبعا جدا، يعني انا لو كان معايا الشنطه بتاعتي دلوقتي كنت هتلاقي ولا يمكن امشي في مكان ما يكونش معايا سوره العذراء، ولا في عمري مره نسيتها. يعني لو نسيتها طبعا طبعا كتير، مش واحده، كل مكان في البيت انا عندي العذراء. القديسين، قديس شربل بتزوري؟ بزوره. يعني اكتر مكان يمكن بحس براحه نفسيه لما اطلع عندكم الجبل وازور القديس مرشربي. يمكن في اوقات دعيت من قلبي بكل صدق ممكن ابقى في مأزق كبير او بدعي بالشفاء لحد عزيز عليا قوي وتحقق، واعتبر ده معجزه. بالتاكيد يظهر من كلامها انها مهتميه للدين المسيحي اكثر من الدين الاسلامي. وما تسبب لها في هذا الهجوم الشديد إنها أكدت الفنانة إلهام شاهين أن السيدة مريم العذراء لها حالة خاصة بالنسبة لها، كما أن منزلها ممتلئ بتماثيل وصورا لها. وأضافت خلال لقاء في برنامج 100 سؤال على قناة الحياة قائلة: والدتي أهدتني مصحف صغير من الفضة ووضعت بداخله صورة العذراء، حتى منزلي يمتلئ بصور العذراء على الحائط. وتقول أن العذراء مذكورة في القرآن الكريم وإنها أهم شخصية نسائية. وكثير من الصحف والإعلاميين ومصادر أخرى أكدوا أن إلهام شاهين اعتنقت المسيحية بسبب حبها الشديد لمريم العذراء، وأن المدرسة المسيحية التي درست فيها أقنعوها باعتناق المسيحية. يعني كل إنسان فينا بدأ يصلي في سن معين، حد علمه الصلاة، والده والدته ليه مثل أعلى أو قدوة في المدرسة، بيحفظوا قرآن، بيقربوا من ربنا بشكل أو بآخر. لو قلت النجمة إلهام شاهين أول مرة تصلي كان سنها كم سنة، ومين اللي علمها الصلاة أو حببها في الصلاة؟ كان الأب ولا الأم ولا الجدة ولا المدرس ولا الأخ ولا الأخت؟ كانت المدرسة. وممكن أقول مثلا في سن 8 سنوات 9 سنوات تقريبا، أنا كنت في مدرسة راهبات على فكرة، اسمها مدرسة راهبات سيدة المعونة الدائمة. كان في كتير من الراهبات بيدرسوا لنا، يعني كان في حصص كده بس عشان يعلمونا أخلاقيات معينة. فبعد كل هذه التصريحات فاجأت الفنانة إلهام شاهين جمهورها بحلق شعرها بالكامل، وهو ما اندهش له الجميع. الكثير يؤكد إنها أصابت بمرض السرطان، الكثير يؤكد إنها أصابت بمرض الكانسر، وإنها رسالة من الله لها حتى تتوب وترجع إلى الله عما كانت تفعله. ولكن خرجت الفنانة بتصريح تؤكد أن حلاقة شعرها هو دور في عمل سينمائي فقط، ولكن الكثير يؤكد أنها كانت تكذب حتى تخفي مرضها، وإنه لم يظهر ولم يوجد عمل سينمائي يظهر الفنانة بهذه الحالة. فسبحان الله، إنها رسالة من الله لها حتى تتوب وترجع إلى الله سبحانه وتعالى، ولكنها مصرة على التمرد وعدم إرضاء رب العالمين. فسبحان الله. إلى هنا وصلنا إلى نهاية الفيديو، فلا تنسى الإعجاب به ومشاركته والاشتراك بالقناة.